اول خبر عندنا فان دايك. فان دايك طبعا مهاجم مدافع ليفربول قال لم نستغل ما قدمه محمد صلاح في مباراته امام طبعا برايتون. قائد الفريق طبعا قائد فريق ليفربول قال عن تعادل فريقه مع برايتون مشيرا ان الريدز قدموا اداء رائع امام برايتون من اجل تحقيق الفوز، ولكن بيقول ان ما قدمه محمد صلاح الحقيقه ما قدرناش احنا نحافظ عليه. وقال طبعا معربا عن اسفه يعني عدم استغلال الهدفين والتقدم اللي قام بيه او المجهود الكبير اللي قام بيه محمد صلاح. وقال محمد صلاح بكل وضوح عنصر مهم جدا جدا في ليفربول سواء داخل الملعب او خارج الملعب، لكن لسوء الحظ ما قدمه لم يكن كافيا للفوز بهذه المباراه. كان في عن طرد عدم طرد مدافع طبعا برايتون في ضربة الجزاء، يمكن فان دايك قال كان لدي فضول لمعرفة السبب وراء عدم يعني تلقيه أي بطاقة، لم أشاهد أي إعادة في أرض الملعب وحصلنا على ركلة الجزاء وسجلنا منها والحكم لم يشهر أي بطاقة سواء صفراء أو حمراء، ولكن كان علينا أن نتقبل هذا الوضع. وأتم الحديث يا فان دايك عن هدف تعادل برايتون، قال كان هناك خطأ أكيد في التواصل، لكن بشكل عام أنا فخور بالفريق، سنذهب إلى التوقف الدولي وسنعود لمباراتين في غاية الإثارة في الدوري الإنجليزي.